نوصلوا. احنا العرب قاعدين دائما اخر عجله في الله. لماذا هالشيء؟ لازم الشركاء وانتم كصيدا تعملوا بالمشروعات، عندكم كل قدره وعندكم اصناف الله يبارك سبيماكو الاكديما وشما عندكم اصناف وش يخصكم. قولوا لنا اذا عندكم مشاكل مع الاداره رانا، اذا عندكم مشاكل مع الصيدال قولوا لنا رانا. ما تاخروش، لان النهار اللي تاخروا فيه الاخرين مصدق يسبقوكم. كانوا فيها مشاكل، وكان مشاكل في كان مشاكل مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة كان في مشاكل مدة عام، صيغة الشركة لوحدها مدة سنة كاملة.